كنا حافظين جدول الضرب من 1 لـ 9، بس من 11 لـ 19 كيف؟ بطريقة ذهنية وسريعة بدون ورقة وقلم يعني. تاريخها 12 ضرب 13، حط بعد 12 من فوق 13 من تحت، بياخد أول رقم من كل واحد، 3 × 2 = 6. برجع بياخد الرقم زيته 3 بجمعه مع كامل العدد فوق 3 × 12 = 15 156. هلا بنشوف مثال كتاب 17 ضرب 14، 4 × 7 = 28، 4 × 17 = 21، 23 × 2 = 38، 19 ضرب 16، 6 × 9 = 54، 6 × 19 = 25، وخمسة اللي بقيت 304. 13 ضرب 14، 4 × 3 = 12، 4 × 13 = 17.